لو فجأة فتحتيها كده لقيتي بابا قدامك هتقولي له ايه؟ وحشني. ولقيتي بابا وماما الاتنين مع بعض انا ما قلتكيش فتحي. اوكي بابا وماما الاتنين مع بعض. مستحيل يبقوا مع بعض تاني. هنفترض احنا بنحلم دلوقتي. نحلم؟ بابا وماما دلوقتي داخلين الاستوديو ايديهم في ايدين بعض وجايين يقعدوا معانا على الكنبة ديت وياخدوكي في وسطيهم. هتقولي لهم ايه؟ الحمد لله على السلام. فعلا؟ ها؟ انت شايفاهم دلوقتي؟ طب ما تبعتي رساله لبابا. مسج؟ دلوقتي على الهوا. عايزه اقول لك انه بحبك قوي 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 ويا ريت تكلمني على طول. بيكلمك هو من وقت للتاني؟ بيقول لك ايه؟ على طول بيقول لي انه وحشاه قوي. انت بتروحي له ولا هو اللي بيجي لك؟ لا انا اللي بروح له. اول ما بتروحي له بتقولي له ايه؟ ما بقولوش حاجه، بحضنه بس. بتعيطي على صدره؟ اه. بتشتكي له من الوحده اللي انت عايشاها؟ لا. فتحي. مش قادره. الحلم لسه شغال؟ اه. حلم حلو؟ اه، عشان خلاص سافرت لبابا تاني. دي طموح حساسية؟ لا. كده انت صادقة. باظ الميك اب. المخرج خالد شبانه استاذنك بس نعمل ستوب لغاية ما نمسح آثار الدموع وبعدين نرجع تاني. هي حسيبها كده.